كتير اوفر كتير كتير. حضرتك في ايه؟ فلوس المجاميع. مجانين ايه؟ فلوس المجاميع. ايوه مجانين ايه؟ بقول لك فلوس المجاميع اللي ادبح نفسي عليك وده انا بدرس ابتدائي واعدادي وثانوي ومش نافع. يا استاذ يا استاذ انا مش فاضيلك دلوقتي. 50,000 جنيه مجاميع ليه وما تديها؟ اسود يعني تاخد الفلوس في جيبك؟ لا ده لسه ماضيهم يا انشراح. عايز اتجوز؟ ما اتجوزها. اتجوزها جبت لك 15 واحد شافوها جريوا ليه وانا هتجوز بمزاجك؟ انا عايز اتجوز على مزاجي انا. طيب واحد متقطع كده. طيب. واحد ما اتجوزها واحد بتاع في شهر وخلصنا. بتاع بتاع في شهر. يا انشراح تعالي اشوفك واحد من الاوكازيون. تعالي كتير اوفر كتير بقى. 20 جنيه اذا كان على فكره يبقى اوكي. اتفضل. ايه ده؟ استقالتي. انت فاكر ان انا هقعد لكم في المدرسه دي ثانيه واحده بعد كده؟ ايه اليوم ده؟ ايه وفاء؟ الله عاوز استقيلي ليه؟ انت فاكر ان بعد اللي مامتك قالته ده انا ممكن استنى في المدرسه؟ يا وفاء ما هو فيش حد يروح لواحد عازف في الشقه لوحده برضه. انت بتقول ايه يا صلاح؟ بصراحه انت بقى شكلك وحش قوي قوي قوي. انت عاوز تجنني يا صلاح؟ يا وفاء ماما قفشتك معايا. الظاهر ان انت عمرك ما هتتغير، هتفضل طول عمرك سلبي وساذج، عمرك ما هتتغير يا صلاح. انا سلبي وساذج؟ ايوه وما بتفهمش والمدرسه هتغرق على ايدك. باي باي. مش عارف انا كابس عليا النوم ليه.